أبي كان مدينا لواحد من أبنائه. يقول أبي كان مدينا لواحد من أبنائه. أبوه؟ نعم. مدينا؟ نعم. كان لواحد من أبنائه. إيه نعم. بمبلغ من المال. فهل يعتبر هذا دينا على أبي رحمه الله أو يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك؟ هو ميت الأبو؟ نعم. يراجعون المحكمة. نعم.